آخر الأخبار مع حمزة بن جدو في 90 ثانية. أكد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أن كل الاحتمالات واردة بشأن استمرار منافسة الدور من عدمها، فيما تكفلت أغلب الأندية السعودية بدعم 50,000 أسرة متضررة من فيروس كورونا من خلال تقديم سلات غذائية. أعلن الملغاشي كارلوس أندريا لاعب العدالة السعودي تكفله بـ40 عائلة في الجزائر ومدغشقر. وفي خبر آخر، ذكرت مصادر من بيت الأهلي المصري عودة لاعبي وليد أزارو من الاتفاق فور إكمال إعارته نهاية الموسم. إلى فريق النصر السعودي، حيث نفت مصادر مفاوضات الإدارة مع اللاعب الجزائري صوفيان فيغولي لاعب غلاتاسراي التركي. إلى فريق الهلال، حيث تداولت أخبار عن اقتراب البرازيلي ماوريسيو جونيور لاعب باوك سالونيكا اليوناني من الانتقال لصفوف الهلال. يعقد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأربعاء المقبل اجتماعه الثاني لمناقشة مستقبل المسابقة المحلية، كما أطلق الاتحاد مبادرة جديدة تحمل عنوان بطولتنا سلامتكم في إطار حرصي على المشاركة المجتمعية في الدولة لمواجهة كورونا. نبقى في الإمارات، حيث تناقلت أخبار عن إمكانية استضافة الإمارات لبعض المباريات التي تأجلت من دوري أبطال آسيا. أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي أجاكس أمستردام الهولندي سوف يقدم تعويضا ماديا بقيمة 5.4 مليون جنيه استرليني لأسرة اللاعب الشاب المغربي عبد الحق نوري. إلى إسبانيا، حيث أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم وفاة لاعبها الناشئ كريستيان مينشونا.